مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. صراحة اليوم مرة أخرى نعود إليكم في قصة نور اليقين وليلى، اللي هي صراحة قصة نموذجية في الحب وفي الوفاء، وأيضا في أنهم تمسكين بعضياتهم كما كنقولوا رغم المرض رغم أيضا ظروف القاهرة. لكن اليوم ربما اليد الواحدة لا تصفق كما كيتقال. فاليوم نور اليقين وليلى كيعيشوا ظروف قاسية جدا، فما حيلتهم المرضى؟ فربما الناس اللي ما عارفينش هذه القصة، فنور اليقين وليلى تزوجوهما في سن صغيرة، وبعد مرور بضعة أشهر تفاجأوا بمرض ليلى اللي أصيبت بالمرض الخبيث اللي هو السرطان، نجنا الله وإياكم منه بطبيعة الحال. فرغم المرض ديالها إلا أنهم ما سمحوش في بعضياتهم، بقوا دايرين يد في يد باش أنهم يكافحوا من أجل العلاج ومن أجل أيضا باش يستمروا في الحياة ديالهم، وبقاو يعني محافظين على عش الزوجيه ديالهم. واليوم فربما الدنيا كما كنقولوا فالدنيا غداره الدنيا دواره، اليوم دارت بهم الدنيا وطبيعه الحال. فقصدوا دائما قناه الشعب وقصدوا المغاربه الاحرار المغاربه الكرماء باش يوصلوا الاستغاثه ديالهم، وكنتمنى باش ان هذه الاستغاثه توصل والقلوب الرحيمه ترحم يعني هاد الوليدات الصغار بطبيعه الحال اللي باقي صغار في سن صغيرة جدا وتحملوا عبء الحياة. فغادي نقربكم القصة ديالهم، وربما الناس اللي ما عارفينش القصة غيعاودها نور اليقين وليلى، وأيضا نشوفوا فين وصلت ربما الحالة الصحية ديال ليلى، وأيضا شنو المستجدات ديال القضية ديالهم، لأن صراحة اليوم كيعيشوا ظروف قاسية جدا. ليلى مرحبا بك بطبيعة الحال. شكرا بزاف، ديما كتجي لنا اخويا فيما كنعيطولك. اول حاجه كنشكر الناس اللي عاونونا وديما كيعاونونا من قناه شوف تيفي، هي اللي تعرفت عليا فيها. انا ليلى مريضه بالسرطان فاش كانت عندي 17 عام، دابا عندي 19 عام، يعني هادي عامين اللي مرات على زواجي انا ونور اليقين، وعامين نيت اللي مرات على مرضي كملتها البارح بالضبط. فاش رحت تزوجتو اكتشفت بانني مريضه. نعاود عليكم، واخا فاش يلاه تزوجت في شهر 12 واكتشفت المرض ديالي في شهر، بداو لي الاعراض من بعد شهرين من الزواج، ومن بعد عاد من ورا متحول ليا السرطان. الوالده تعفون، يعني بديت هكا عاد بديت كان بحياتي بدات مع المرض. من بعد العلاج فاش كيكون السرطان يعني تاخرت فيه اولا، يعني العلاج الوحيد ديالو هو الشيميو، من بعد بديت كندير الشيميو. فرحتني الاقدر لمدينه اكادير لان ما عندي حتى شي واحد اللي يعاونني فاس، يعني خص هاد المرضى خصو مصاريف، واخا يكون يعني والديك واخا يكون عندك الفلوس خصك مصاريف يعني كبيره. صراحه الله تعاونوا معايا ناس، ولكن كاش كيحسبني بان هاد المرض كيحتاج هاد الفلوس كامله، ما دوايات شوكات ترونسبور، وعاد الحاله النفسيه كيفاش كتكون، وعاد الوالدين ما كيقدروش يشوفوك. فواحد الجمعيه كانت عاونتني، وهنا يعني يعني رحت الاخضر في اكادير في طبيب حسن الثاني، تعاونوا معايا صراحه الله الناس، تعاونوا معايا حتى الاطباء شافوني صغيره وشافوا يعني حتى انا نور اليقين كيمشي معايا وكيبقى يتسناني داك الشيء. يعني ما سمحش ليا كاع، ويعني كانت عنده يعني حنا في فاس عنده خدمته اللي غيخدمها مزيان، وغنعيشوا زعما كزوجين عاد بدينا غنعيشوا مزيان، وهو ما خلانيش والحمد لله حتى ربي عمره ما يخليه، ولحد الان مازال كيجري معايا كيطلع معايا للطبيب وكيهبط معايا. ودابا الحمد لله كنت درت الشيميو، كنت درت الحصص ديالي، وفجأة كنتفاجئ بأنهم جددوا لي بروتوكول عاود، لأن مازال الفيروس ما ماتش. يعني كنت كندير الحصص وكندير التصفية، ولكن دابا ولاو عاوتاني يعطوني الحصص الشيميو اللي كيغلبوني بزاف، أنا كإنسان يعني قاصحين عليا. صافي دابا عاوتاني جددوا لي الحصص، ودابا يعني الحصص والتحاليل، وحنا يعني كارين هنا وكرف اكادير غالي خصوصا في الصيف، يعني جاتنا شويه قاصحه وبزاف عاد ماشي غير شويه. الدورات الحاله ديالكم ربما
الحاله ديالنا بزاف اصلا هي مدهوره، ولكن حنا دائما كنقولوا الحمد لله على كل حال، ان فاش كيكون عندنا غير باش نقدو بالدواء، حنا ما كنفكروش في الماكله ولا في الحوايج ولا في شي حاجه كاع، اولا في شي يعني لسان الماكله ربي كيسهل فيها وكلشي كيسهل فيه، ولكن غير الدواء والشوكات يعني هادشي فاش كتوصل الحاله ديالك عندي علاج، انا الطبيب ديالي كيقول لي عندك العلاج، عندي علاج ولكن ما كاينينش الماديات مثلا باش نوصلوا للعلاج، مثلا اليوم كان خصنا نخلصوا الكرا عندنا الموضوع وهادشي خصنا ضروري نعطيوه باش غادي نوفر البلاصه فين غنرتاح منها نجي من الطبيب، وفي نفس الوقت كان عندي خصني نطلع للحسن الثاني، ومن الفرح للحسن الثاني على الاقل 32 درهم، يعني 32 درهم ما كانش عندي كاع، يعني خصني نوصل للطبيب ضروري حيت اليوم كان عندي كونترول، وباش نوصل للطبيب ونولي نجي بعد المره خصني نبقى نقسم الطريق نطلع من الفرح لسوق الحد وكنكون عيانه بالشيميو وما كنقدش نطلع، او بعد المره كنكون بوحدي حيت نور اليقين كيكون عنده شي بريكول حيت هو ممكنلوش يشد خدمه نيشان حيت كنحتاجو في الدار، حيت انا غير انا بوحدي في اكادير ما معايا حتى واحد، يعني كنحتاج نور اليقين الناس اللي مدوزين الحصص ديال الشيميو غيكونوا عارفين العبء ديالو وكيفاش ما كنقدرش نطلع حتى في الدروج، وكنت يعني ساكنه في داك كنت ساكنه في السطح يعني ما تنقدرش الجو اذا كان صهد بزاف كنبقى نرعف كان البرد بزاف كيتجمد لي الدم يعني ما كنقدرش، وهادشي كله يعني ومازال صغيره يعني ما في الاول ما بغيتش نعيا صراحه الله قلت نكون قويه معاه، ولكن هو ضد دير هذا المرض هو ستريس، وانا صراحه هاد الايام وليت كنعي ستريس، وراه الله سبحانه وتعالى قال لك المال والبنون زينه حياه الدنيا، يعني فاش كيكون حتى المال كيعاون يعني شويه كيعاون يعني كيقربك شويه حتى من والديك، يعني كان غير عندي انا غنصيفط غير ماما تطلع عندي تكون معايا شويه، عاوتاني ماما كتفكر دابا تطلع عندي غير من فاس لهنا خصها مصاريف كتقول ربما نعاونها بيهم، يعني داك 500 درهم باش تطلع عندي من فاس لاكادير تعاوني بها محتاجاها اكثر ما انها تطلع، عاود نور اليقين كيلقى خدمه كيلقى بريكولات ما تنفكروش في الماكله او في الحوايج او لا في يعني حتى شي حاجه ما تنفكروا فيها، اولا في العيد كنفكروا غير في العلاج، يعني حنا كنا ككوبل ما غاديش نطلعوا كاع وما غاديش نقولوا يعني الناس عاونونا لاننا حنا نكونوا بغينا حياتنا خسريناها يعني غنقدوا بها وربي ما غيخديناش، ولكن ما كتسخونك الصحه شي حاجه خايبه بزاف كتسخونك الصحه والجهد، والله ما بقاش عندي حتى جهد باش نهضر، وليت ما نقدرش كيفاش نوصف لكم، يعني وليت عيانه بزاف، وانا حاجه وحده كنطلب من الناس من غير انهم يعاونوني كنطلب منهم حتى يدعوا معايا باش ربي يهز عليا هذا الابتلاء، حيت ربي لا يهز عليا هذا الابتلاء ما غنوليوش يعني ما غيوليوش يشوفوا اصلا وجهي في شوف تيفي، ولا غنطلب المساعده وانا غنرتاح انا جسديا غنرتاح حيت عييت، وحتى الحصص ديال الشيميو فاش كيكون جسمي عيان ما كيتقبلهمش كينعكسوا عليك، لدرجة أن الجسم ديالي كله تحرق بالشيميو كله، دابا غنعاود بروتوكول جديد ما عرفتش كيفاش غادي يكون هذا البروتوكول، ما عرفتش عشان الحصص كيفاش غيكونوا، دابا طلبوا لي غاديو في الرباط ما عرفش أنا يعني حتى الرباط فين غنلتاج راديو كبير اللي غنديرو ضروري باش عاد نجدد البروتوكول، طلبوا لي أكثر من 12 تحليلة وهاد التحليلات مفرخين 6 وكل تحاليل طلبوا وحده راه مين طلبوهم لي شهر 3 ما درتهمش، وحدين ب 20 جوان حتى هما ما درتهمش حيت ما كانوش عندي الماديات يعني باش نديرهم، ومازال لحد الان ملي مشيت تسولت غير على تحليله وحده اللي مهمه خصني نديرها لقيتها ب 400 درهم بلا التحاليل ديال الدم اللي كيعطوني كل تقريبا 15 يوم نديرها، وخا بحال دابا يلاه كنت خرجت لي دابا النتيجه ديال التحليل ديال الدم من دابا 20 يوم عطاوها لي حيت انا عندي المشكل في الدم، وكنشكر الناس بزاف اللي دابا كيشوفونا في هذا اللايف، ونطلب من الناس اللي ما عندهم باش يعاونوني غير يدعوا معايا. السلام عليكم. يعني سمحتي في كل شيء يعني من اجل يعني الزوجه ديالي كنتم باقي صغار تزوجتوا وتحملتوا العبء ديال الحياه وانتم باقي صغار. السلام عليكم. بعدا اول حاجه غادي نقولها يعني انسان فاش كيكون مقتنع بشي حاجه قسمها له سيدي ربي ما عندهم لا شي هرب منها، ومي كتكون مع الانسان اللي كتبغيه مع الشخص اللي كتبغيه ما كتبقى تهمك حتى شي حاجه، انا دابا كنطلب من الناس المحسنين اللي شاف هذا اللايف هذا واللي شاف هذا الفيديو هذا كنطلب منكم مساعده، انا ما تساعدونيش انا ولا تحسبوا ليلى وحده من خوتكم وحده مع عائلتكم، بصح ليلى راه محتاجه المساعده ديالكم، بصح راه حنا كندوزوا في واحد الظروف اللي بصح انا دابا في هذا الوقت هذا ودرت هذا اللايف هذا الا ورطه وصلت بيا للعظم، انا كنستنجد المغاربه عافاكم اخوتي عاونونا، كما قلت لكم ليلى راه شهر 3 عندها تحاليل
ما درتهم الشهر اللي دات مع 20 جوار كنخرج لها الطبيب انها دير واحد التحاليل، ما درتهمش لظروف ماديه كما كتشوفوا هنايا الكراف اكادير. انا بحركه رينايا كنخدم مياوي انايا كنبريكولي، انا راه وصلت بيا الظروف انني خرجت قلت خرجت للزنقه مع تحديد ومشيت بعتهم عند مولا فيراي باش انني نجي نوفر لمرتي واخا هي الدواء ديالها. الدواء شاك مو دابا عندنا كل شهر عندنا 1400 درهم ديال الدواء هذه كل شهر انا كتاخذو، زيد ان مصاريف كما قالت ليلى حنا ما كنفكروا لا في حوايج لا ما نلبسوا ما والو، حاجه وحده اللي كنفكر فيها هي انني نشوف مرتي بصحه جيده. وانا كنقول المغاربه بصح ساعدوا هاد الناس هادو المراضين ساكن بالسرطان راهم كيكونوا محاسبيهم يا ربي اللي خلقهم، وانا ليلى راه عمري نخليهم قديمه مكافح ليها حتى وان حتمت عليا الظروف انني ندير شي حوايج اللي مستحيلين عليها راني نقد نديرهم. ما عرفش تخربقوا لي مشاعر ما عرفش شنو غادي نقول لكم. شي مره ماشي زوج اخويا رقيت خدمه، مشيت خدمت في الكبس، خدمت في الصباغه، مشيت خدمت انا الدبلوم ديالي ديال السيرفيس، عيت ما نقلب انايا في اكادير ما كاينش اللي كيبغى يخدمك، حتى اللي كيخدمك ما يمكنلكش. انايا ليلى ما عندناش هنايا شي عائله، انا كنكون خدام شي بعض المره ليلى راه كتحتاج لي ما عندناش شي عائله هنايا اللي غادي يكونوا معاها، ما كاينش شي واحد اللي يمشي معاها من غيري، انا كنديها للطبيب، انا كنقول ليها شي بعض المرات مسكينه كترعب هنايا في الدار كتنوض كترد لما كنتش انا معاها وانا اللي جمعت لها داك الشيء هذاك ما كاينش لي حل عليها. خصوصا حنايا راه حنا ماشي في المدينه ديالنا ولا قرابين من العائله ديالنا، حنا درنا واحد الخطوه ديال الزواج يعني ما درناش شي حاجه اللي خايبه الحمد لله، توكلنا على الله وسيدي ربي ما مخيبناش الحمد لله. و صح ليلة تبتالات راه بزاف ديال الناس اكثر منها وبحالها وهادشي ما غادي نقول لكم. انا اقسم بالله لا ضغط عافاكم، كنناشد المحسنين اللي كطلع لهم هاد الفيديو هذا حاولوا تساعدوا معانا. بالنسبه للناس اللي بغاو يعني يكتشفوا الحاله ديال ليلى مرحبا، انا حاجه وحده اللي كنطلب منكم دابا ليلى راه بقى لها شهر دابا عطينا من دابا شهر خصنا نهبطوا للرباط خرجوا لها واحد راديو راه عليه 12000 درهم اللي داير، انا ما عرفتش من غادي نجيبها شنو غادي ندير. انا كنخدم كما قلت لكم مويا يوم مره يعيط لي صباغ نمشي كنعاونو ولا جبت 60 درهم في النهار ولا 50 درهم ما حد ما يقولها لحد. كنخرج شي بعض المره كنمشي كنجمع غير في الزنقه الحديد ونمشي نبيعو غير مولا فيراي باش انني نجي ونوفر البيت ديالي شي حوايج اللي هما ضروريا. كما قلت لكم انا الا شريت الدواء الليلة راني ما نخلصش الكرا ولا خلصت الكرا ما نخلي مرتي حدايا كتعذب. هادشي ما غادي نقول لكم وبالصحة راني جاياني واحد ما عرفش كي ندير نقول لكم عاجز اللسان على الكلام. عفاكم اخوتي مغاربه عفاكم يا محسنين، حسبوها بنتكم حسبوها اختكم. انا راه ما عرفتش شنو غندير راك مي كتشوف انها الزوجه ديالك. بصح درنا هاد الخطوه وحنا مازالين صغار ولكن راه ما درنا شي حاجه اللي هي عيب، ربي ابتلاها انا راني عمري نخليها وديما نبقى سند ليها. وحنا ليلى الظروف الصحيه ديالها مسكينه راه على قد الحال، حتى الصحه ديالها ما عندهاش الصحه اللي يعني تقدر انها تصبر على هذا الوجع هذا. راه شي بعض المرات مسكينه راه كتنوض كتبقى تردد ديالها كتبقى تسال. عفاكم ام حسينين دعوا معاها، عفاكم ام حسينين اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه، عفاكم انا كنرغبكم حسبوها اختكم حسبوها وحده من عائلتكم. الله يجازيكم بخير. بالنسبة للرقم ديالي 07-05-23-29-07 نعاودو 07-05-23-29-07. شكرا لقناة شوف تي في اللي بصح قناة ما ماشي مرة ماشي جوج صورات معانا، يعني كانت المرة الأولى في الصورات معنا كانت عيطت لنا واحد السيدة كنا بصح محتاجين لواحد ديكسكان كيدير في الرباط 10000 درهم، واحد الجمعية مسكينة كانت جات وتكلفات وداتنا حتى للرباط ويعني وخلصت الليلة. وكاين ناس اللي عاونونا صراحة الله، ولكن راه الظروف المادية راه كي كتشد راه بعض المرات أقسم بالله دابا أنا كنهضر معاك راه بقالي 3 أيام يعني خصني نخلص الكرا ولا مول الدار يقول لك خرج. أقسم بالله درهم ما في جيبيش قبيلة تحدى حسد ثاني، اقسم بالله الا مشيت وقفت على واحد الراجل باش كملت فلوس الطاكسي ونجي لهنايا الفرح. عفاكم انا راه ما قدتش نكمل الهضره، هادشي ما غادي نقول لكم عاونوا ليلى عفاكم كنطلبكم. فلوس الترونسبور اخر حاجه
اخر حاجه اخر الهم ديالك هو انه فروس ترونسبور حيت كتشوفها بسيطه انك وراك اضطر تمشي على رجليك. انا بغيتي العلاج لمرتي ردوه لكنا، راه مصاريف العلاج لكنا، اقسم بالله خوتي لا تهلكنا بزاف، راه تحملنا واحد الحوايج اللي بصح ماشي قدنا، ولكن شنو كنقولوا كنقولوا ماشي قد الله، ربي اللي قدر علينا هذا الشيء هذا، ما يمكنناش نهربوا من حكم سيدي ربي. عفاكم حاجه واحده اللي كنطلبها منكم، دعوهم على ليلى بالشفاء، واللي ما قدرش يعاوننا كاع يبارطاجي هذا اللايف هذا، يوصل شي جمعيه شي محسنين لانهم يتساعدوا مع ليلى. رب الصحراء راه ليلى محتاجه للدعم، محتاجه للشفاء، اقسم بالله. عفاكم عاونونا اخوتي، الله يجازيكم بخير. ان شاء الله ربي كبير ان شاء الله. بطبيعة الحال كنتمنى ايضا هذا نداء لهذا الكوبل الصغير، هذا الكوبل اللي تزوجوا هما صغار وتحملوا عبء الحياة وايضا عبء الظروف الصحية والظروف المادية القاهرة. كما سمعتوا قصة مؤلمة جدا، قصة مؤثرة لكوبل لازال في ريعان الشباب بعدما تزوجوا ببضعة اشهر ليكتشفوا المرض ديال الزوجة بمرض السرطان، واليوم لا زالت تتابع حصص العلاج. والأمنية ديال هذا الكوبل هو أنه يلقى أيادي رحيمة، يلقى قلوب رحيمة. فكنتمنى البارتاج ديالكم باش توصل الرسالة وتوصل الاستغاثة ديال هذا الكوبل، لأن صراحة رغم الظروف القاسية ورغم المرض فباقي دايرين يد في يد ومتمسكين بعضياتهم، وهذه قمة الحب وقمة الوفاء بطبيعة الحال. وهذه القصص فهي قصص نموذجية من أجل العبرة وليس من أجل الفرجة، وبطبيعة الحال كلها عبر وحكم من أجل أننا نقربكم من هموم أناس حكمت عليهم الأقدار أنهم يعيشوا ابتلاءات وأقدار لي بكيصرفها، لكن كنتمنى أن الغد ديالهم يكون مشرق وأفضل من الأمس بطبيعة الحال. فتحية لجميع الناس اللي كيتابعونا سواء داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وعلى أمل أن تنفرج هذه الكربة وينفرج هذا الهم. نضرب لكم لقاء في موعد آخر، إلى الملتقى. شكرا بزاف أخويا، الله يعطيك، ماشي مشكل، شكرا.